أينما كنتم مشاهدين، أهلا بكم إلى جولة عبر الترند وأبرز ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة في فيسبوك، إنستغرام، تويتر، مختلف المنصات عبر العالم. لازال الزلزال يتصدر طبعا الهاشتاغ وترند عبر مختلف المنصات لليوم العاشر على التوالي. تتواصل في تركيا جهود البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، أملا في العثور على ناجين. بالفعل وثق رواد التواصل عدد من الفيديوهات المنتشرة يوم أمس لإنقاذ العديد من العالقين تحت الأنقاض، من بينهم مسنة بعمر 77 عاما تدعى فاطمة غونغور في ولاية أديامان. تم إنقاذها بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال. وفي نفس الولاية نجحت الفرق الإغاثية في إنقاذ رمضان يوجل 45 عاما بعد مضي 207 ساعات على طبعا تواجده تحت الأنقاض، كما انتشلت الفرق طفلا بعد مرور نفس المدة. أما في منطقة زونغول لاداغ تم إنقاذ محمد جعفر تيجين 18 عاما بعد مرور قرابة 200 ساعة تحت الركام. وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا حتى الآن أزيد من 37 ألف قتيل وأزيد من 100 ألف جريح. نتابع هذه الفيديوهات لحظات الإنقاذ. Tamam. Biz koca il itfaiyesi olarak geldik. Buradan seni alacağız, tamam? Evet, ben itfaiyesi. Gel gel gel, girdin mi? Kayda gir. Kaydım. Evet, şu anda bir mucize daha yaşanıyor.